الجلسه الاولى لاعاده محاكمه الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعدد من قياداته الامنيه، هيئه محكمه جنايات القاهره تتنحى عن النظر في القضيه لاستشعارها الحرج. مش هو اللي قتل الاكراد بتوع هيقول لانهم تصدوا لمحاولات القوات الحكوميه تحقيق التقدم الميداني في حمص. كيري يستهل زيارته لبكين بدعوة القيادة الصينية للقيام بمزيد من الجهود لكبح جماح حلفائها في كوريا الشمالية. وإلى تفاصيل الأنباء من البيسي. وركبت الأتوبيس ليه يا تخينة يا مكعورة؟ سديت الباب لحد عارف يدخل ولا ينزل. يا رخيصة يا مكعورة، لا دخلت ولا جعلت.